بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. يوم حزن آخر نعيشه هذه الليلة، نستذكر فيه رحيل امرأة نحتت اسما شامخا على جبال مكة، ونقشت ذكرا لا يمحى على خارطة الرسالة الإسلامية، اسم يحاكي قصصا
ممتلئة بالدروس والعبر، كانت وسادة الألفة لهموم نبينا، ومثالا لا مثيل له للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. القديسة التي احتوت سيدة النساء، جدة السلالة الطاهرة، أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى عليها السلام. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. دقائق الألم تعلن إيذان بدء الحلقة التاسعة من برنامج الدمع الغزير والحزن الوفير والفكر الكثير والصوت القدير وجيهاً بالحسين. أحسن الله لكم العزاء أيها المشاهدون الأكارم بليلة شهادة أم المؤمنين السيدة الكبرى خديجة عليها السلام. نوشح لجان المسابقة بوشاح العزاء، ونرحب على الدوام بوجودهم الكريم لجنة الخبراء ولجنة التحكيم ولجنة المدربين. حياكم الله جميعا أيها الأحبة. وجيها بالحسين.